أعلنت وزارة الإعلام إطلاق حملة تسويقية واسعة تزامنا مع الأعياد الوطنية وعبر مختلف وسائل الإعلام ترويجا لخطة التنمية في إطار رؤية الكويت 35 التي دعا إليها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وقال وكيل الوزارة بالتكليف ورئيس فريق الدعم الإعلامي لخطة التنمية محمد العواش اليوم قال إن الوزارة وبالشراكة مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية دشنت الحملة بهدف إبراز ركائز خطة التنمية. كما أوضح العواش أيضا أنه تم إطلاق الحملة بتوجيهات ومتابعة مباشرة من وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري الذي أكد أهمية هذه الحملة ودورها الفعال في إبراز الوجه الحضاري لدولة الكويت تزامنا مع الأعياد الوطنية.